السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل فيديو جديد، هنعمل البصلة تكملة للطبق بتاع الفواكه والخضروات. احنا عملنا الطماطماية مع بعض في الفيديوهات اللي فاتت، وعملنا القرن الفلفل، وعملنا مع بعض القرنبيطة. المرة دي هنعمل مع بعض البصلة. هنحتاج حاجات بسيطة جدا، يعني مش هنقول بقايا خيوط، اقل من بقايا الخيوط، لان هي زي ما انتم شايفين كده مش واخدة معانا خيوط كتير. الخيوط دي طبعا الالوان دي بترجع لك انت، بتعملي فاتح بتعملي غامق، المهم ان الفكرة توصلك. اتمنى اشوف التطبيقات بتاعتكم وتعليقاتكم، شير للفيديو عشان الكل يستفيد، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ونبدأ مع بعض بسرعة نعمل البصلة الصغنونة دي. وهنبدأ مع بعض نعمل دايرة سحرية. هنلف ايدينا كده، نعمل حرف اكس ونلف، ونسحب الخيط التاني لقدام، ونعمل غرزة تثبيت، تمام. وبعدين هنعمل 5 غرز حشو. 1 2 3 4، اجي الخمسة، وهنشد، هنجيب العلامة بتاعتنا، ونعمل اول غرزة نعمل فيها 2 حشو، يعني السطر اللي جاي ده هيبقى عبارة عن تزايد. اجي اول غرزة هنعمل فيها تزايد، الغرزة اللي بعدها تزايد، 2، التالتة، والرابعة، تزايد، والخامسة برضو تزايد. كده بقى عندنا 10 غرز. السطر اللي بعده هنعمل غرزة حشو وغرزة تزايد. ادي اول غرزة تبقى معانا غرزة حشو، تاني غرزة هتبقى غرزة تزايد. السطر كله هيبقى غرزة حشو وغرزة تزايد لغاية نهاية السطر. كمل السطر وارجع لكم. خلصت السطر حشو تزايد حشو تزايد. الاسطر اللي جاية هيبقى 3 اسطر حشو بدون اي تزايد او تناقص، يعني فوق كل غرزة غرزة 3 اسطر. هكمل ال3 اسطر وارجع لكم تاني. عملت 4 اسطر مش 3. بعدين السطر ده هنعمل غرزة حشو وغرزة تناقص، غرزة حشو وغرزة تناقص. ادي غرزة حشو، التناقص طبعا احنا عارفين بناخد اول الغرزة اللي بعدها وبعدين الغرزة اللي بعدها، بناخدهم مع بعض وبعدين نطلعهم كده، يبقى ده التناقص الخفي. وهنعمل غرزة حشو وبعدين اللي بعدها هتبقى تناقص، تناقص اهو، بناخد الطرفين دول وبعدين نسحبهم ونعمل تناقص خفي. هيبقى كده من اول السطر لاخره غرزة حشو وغرزة تناقص. خلصت السطر هعمل 2 حشو و1 تناقص، 2 حشو و1 تناقص. السطر ده اهو، ادي اول واحدة حشو واللي بعدها حشو واللي بعدها هتبقى تناقص، حشو تناقص لغاية نهاية السطر. وحشي فايبر ونشوف هنعمل ايه في الاسطر اللي بعدها. خلصت السطر وهرتفع دلوقتي 7 اسطر عبارة عن حشو بس بدون اي تزايد او تناقص. هرتفع 7 اسطر على ال8 غرز دول، هرتفع بيهم 7 اسطر حشو بدون اي تناقص او تزايد. كمل الاسطر دي وارجع لكم تاني. خلصت ال7 اسطر اللي هما الحشو بدون اي تزايد او تناقص، وابتدي ادخل اللون الفاتح. لو انت عايزه تعملي فاتح ماشي، عايزه تكملي باللون الاخضر العادي مفيش مشكله، تمام. هبتدي ادخل اللون الفاتح وهبتدي اعمل بيه 6 غرز، 6 اسطر قصدي حشو بدون اي تزايد او تناقص. هكمل، هاخد برضو معايا الخيط ده عشان يثبت. 8 غرز دول هاخدهم معايا عبارة عن حشو 6 اسطر باللون اللي هو الاخضر الفاتح ده. خلصت ال6 اسطر الثبات اللي انا عايزاهم.
بعد كده خلاص انا عندي 8 غرز. هبتدي اول غرزة فيهم هبتدي ارتفع، طبعا ممكن تكملي باللون ده ممكن تكملي بلون غامق، انا هكمل 2 باللون ده وهعمل 2 باللون الغامق، بس انا هوريكم باللون الفاتح عشان اللون الغامق مش هيبان في التصوير. اول حاجة هنرتفع 27 سلسلة او حسب ما انت عايزة طول الشرشوبة بتاعت البصلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 انا حاساها صغننه شويه، 27 زود 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 ماشي حلو كده 40. هبتدي ارجع في اول غرزة واعمل نص عمود، والغرزة اللي بعدها هعمل فيها نص عمود، هبتدي ارجع كل الغرز هعملها نص عمود. او عايزة تعمليها حشو اعمليها حشو، لو الخيط عندك تخين عايزة تعمليها منزلقة اعمليها منزلقة، حسب الشكل اللي يريحك. انا مفيش اي مشكلة بالنسبة للشراشيب دي، ممكن تعمليها بنص عمود، ممكن تعمليها بغرزة حشو، ممكن تعمليها بغرزة منزلقة. اكمل السطر للاخر لغاية هنا وارجع لكم تاني. خلصت الشرشوبة، هي اول واحدة. اخر غرزة هعملها منزلقة في الغرزة اللي بعدها على طول. احنا عندي 8 غرز، فانا هعمل في دي هعمل منزلقة وهدخل في اللي بعدها ارفع كده وابدل باللون الغامق. انا هعمل 2 غامقين و2 فاتحين. خلاص انت ممكن تكمليهم بلون واحد مفيش مشكلة. اهو وهبتدي ارتفع الاربعين سلسلة اللي انا عملتهم. تمام اهو 1 2 3 4 5 6 لغاية الاربعين اللي انا عملتهم، وبعد كده هرجع بيهم نص عمود، واللي بعدها هبتدي اخد اللون الفاتح تاني، والاخيرة هعملها باللون الغامق، يعني هعملهم تبادل بين بعض. فانا كده هكملها بنفس الطريقة، هكملهم وارجع لكم واريكم الشكل هيبقى عامل ازاي. كده خلصت الشراشيب الخضراء بتاعت البصلة. انتوا بقى براحتكم، عايزين تعملوا افتح من كده اغمق من كده براحتكم. هنبتدي نعمل الشرشوبة اللي هنا اللي بتبقى فوق خالص. انا فضلت اجيب الخيط ده لانه اصلا بيتنسل فهيبقى حلو معانا. هنقطع حتة كده بالشكل ده اهو، كذا كذا واحدة، تقطعي كذا واحدة بالمقاس اللي انت عايزاه. هنعمل كده نصين، هنقسمها نصين، هندخل من هنا من البداية كده خلاص، هي عود اللي هي الدايرة السحرية، وهروح مدخلاها وعملها كده خلاص، هي سبتت اهي خلاص. هاخد التانية اهو بقسمهم نصين كده خلاص، اهي بتبقى عاملة زي الدايرة كده، بدخل في نفس الدايرة هي جنبها على طول، وبروح عاملة كده اهو، بطلع الدايرة واروح سحبة الاتنين كده خلاص. بعد شوية هلاقيها بدأت تنسل كده اهي، هنسلها انا هنسلها بنفسي اهو، شايفين اهو هنسلها كده، هكملها كلها بالشكل ده اهو، هو الخيط اصلا بينسل فبشوفه. هكمل بقى شوية كده واروح اقصاهم وخلاص، كده تبقى ايه البصلة معانا خلصت. يا رب الشرح يكون عجبكم، اتمنى اشوف التطبيقات بتاعتكم، وان شاء الله مكملين مع بعض طبق الخضروات والفواكه. نتقابل في فيديو جديد وشرح جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.